اليوم احنا سعيدين بالتعاون مع الابلكيشن موتري. الابلكيشن موتري قاعد يقدم خدمات حق محبين السيارات والناس اللي فعلا تحب خدمات جديدة أو مزايا جديدة لسياراتها. اليوم إحنا دائماً هدفنا في بنك الكويت الوطني إن إحنا نقدم قيمة مضافة لعملائنا. اليوم إحنا سعداء بشراكة مع بنك الكويت الوطني مع تطبيق موتري. في هذه الشراكة نهدف إن إحنا نخلي القروض هي رحلتها تكون سيملس، ونهدف إلى إن أنت وين ما كنت تقدر تأخذ قرض حق سيارتك، وإن شاء الله مع هذه الشراكة نهدف إن إحنا نوصل حق الكثير والكثير.